حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبيرة في الشأن الإيراني الدكتور نبيل لعتوم. دكتور لعتوم، بعد التحية، كيف يمكن وضع حد للسياسات التي يتبعها النظام الإيراني تجاه دول المنطقة؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أنه لابد من تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات الإيرانية ومحاولات إيران العبثية للدخول إلى المنطقة. كما تعلم أخي العزيز وكما تفضلتم في التقرير، إيران موجودة من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، من خلال الحريق الإقليمي، هي تعيث خراب وفوضى في المنطقة، تجند الخلايا النائمة، تبث العنف والإرهاب، تنشئ مخالب ووكلاء لها في المنطقة حتى يقوموا بحروب الوكالة واستنزاف قدرات المنطقة. الآن منذ انتصار الثورة الإسلامية ولغاية الآن، إيران مارست مجموعة من السياسات العبثية في المنطقة، وربما استغلت الظروف الدولية والإقليمية لمحاولة النفوذ والعبور إلى المنطقة. هي تجيد دعم الإرهاب، وكما تعلم خلال العشر سنوات الأخيرة كان لها دور كبير جدا في التدخل في شؤون المنطقة من خلال إنشاء الخلايا النائمة في المملكة العربية السعودية، في مملكة البحرين، في دولة الكويت، في الأردن، في أيضا دعم جبهة البوليساريو، إنشاء خلايا وتنظيمات ودعم حزب الله والميليشيات الإرهابية العاملة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي المنطقة. وبالتالي أنا بعتقد أنه لابد من تكاتف الجهود الدولية. الآن هنالك فرصة مهمة مع تعديل الاتفاق النووي بالتركيز على ثلاث مسائل أساسية. أولا، وضرورة التأكيد على دعم إيران، وقف دعم إيران للإرهاب، وقف تسريع إيران لبرنامجها الصاروخي، بالإضافة إلى معالجة الثغرات المهمة في الاتفاق النووي لمنع عسكرة البرنامج النووي الإيراني. هذا بالإضافة إلى سلوك إيران التدميري في المنطقة. إيران تسعى إلى بناء مجال حيوي من بدءا من العراق إلى سوريا إلى لبنان فيما يعرف برحلة العبور إلى المتوسط. دعمت الميليشيات الحوثية الإرهابية في الصواريخ متوسطة المدى، وأطلقت على المملكة العربية السعودية أكثر من 136 صاروخ بما فيه إطلاق صواريخ على مكة المكرمة. بالتالي أنا بعتقد هذه رسالة واضحة ينبغي أن تقرأ بشكل جيد، خاصة من جانب الدول العظمى، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي التي لغاية الآن للأسف الشديد تريد أن تتساوق مع المطالب الإيرانية بالحفاظ على الاتفاق النووي الذي حاولت إيران أن تستغله كمظلة للدخول والعبور إلى المنطقة والنفوذ إليها. نعم دكتور، بالنظر إلى إدانات المجتمع الدولي لهذه السياسات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، هل من الممكن أن يستجيب النظام الإيراني لتلك النداءات في ظل ما يعيشه من أزمات متلاحقة؟ والله سؤال مهم ومحوري. أعتقد أن خيارات إيران أخي العزيز هي خيارات ضيقة. هناك بيئة داخلية ضاغطة في إيران. نحن نتحدث عن انهيار اقتصادي غير مسبوق، نتحدث عن انهيار العملة الوطنية تومن أكثر من 300% من قيمتها خلال فترة الست أشهر الأخيرة. الآن احنا عم نتحدث الدولار يساوي أكثر من 14,000 تومن. نتحدث عن ارتفاع المواد الأساسية والسلع والأدوية بأكثر من 40 إلى 50%. نتحدث عن أزمة مياه تطال أكثر من 35 مليون إيراني. نتحدث عن 12 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي بمعنى مجاعة. نتحدث عن 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الشحن ما بين التيار المحافظ والإصلاحي. هذا بالإضافة إلى الظروف الإقليمية الضاغطة بهذا الاتجاه. إيران تشترك بجبرية جغرافية مع دول تناسبها العداء بسبب سياساتها التوسعية وسياسات العدوانية في المنطقة، بالإضافة إلى متغيرات دولية ضاغطة باتت على صانع القرار السياسي الإيراني، خاصة مع وصول إدارة ترامب والاستدارة الأمريكية. في واقع الأمر خيارات إيران هي خيارات ضيقة. احنا عم نتحدث أخي العزيز عن حتى أنه كثير من النخب السياسية الموجودة في إيران بعثت برسائل إلى مرشد الثورة، خاصة علي أكبر ناطق نوري المحسوب على التيار المحافظ، رئيس مجلس الشورى السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، طالبوا بالإسراع بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل فوات الأوان. الرئيس السابق محمد خاتم يوجه رسالة بهذا الخصوص. أيضا فائز رفسنجاني ابنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، بالإضافة إلى نخب سياسية وجهوا رسالة بهذا الخصوص إلى مرشد الثورة. نعم دكتور لعتوم من عمان الخبير في الشأن الإيراني، اتضحت الصورة بشكل كبير. كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.